مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في استوديو الشارع. هنفضل دايما في استوديو الشارع، نسعى لبث الطاقات الايجابيه من خلال ابراز ما يتحقق من انجازات ملموسه على الارض. من بين الانجازات الكبيره اللي تحققت خلال السنوات الماضيه، التطوير الكبير اللي حصل في منظومه الضرائب المصريه. صحيح، خلال السنوات الماضيه منظومه ضرائب جديده بتحصل في مصر بشكل كبير جدا، مش بس بنشوفها على الممولين او كبار الممولين زي ما كان بيتقال، لكن كمان على المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. وبالتاكيد في حوافز ضريبيه خلال السنه الماضيه كبيره جدا، تحديدا المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر بقى في اللي مش في الاقتصاد الرسمي، يعني اللي هو الاقتصاد الغير رسمي اللي عندوش بطاقة ضريبية وسجل تجاري، بقى بالقانون يقدر 5 سنين بعد ما ينضم إلى منظومة الضرائب المصرية، 5 سنين هو معفى من الضرائب. بعد كده بيبقى فيه زي مبلغ مقطوع، يعني مبلغ محدد هو ده اللي بيدفع. بالتأكيد تطوير كبير جدا وحوافز كبيرة جدا، حوافز أيضا لكبار الممولين للمشروعات الكبيرة. الفترة الماضية شهدت حوافز أكثر من رائعة للممولين، واللي الحقيقة احنا لازم نشعر بأهمية دفع الضرائب المصرية. يعني أي حد هو فعلا بيستحق أن يدفع الضرائب، المفترض أنه يبقى من أسرع الناس في دفع هذه المبالغ، لأن من خلال هذه المبالغ بنشوف المنظومة الصحة والعلاج بالمجان، أيضا منظومة التعليم والتعليم بالمجان، شكل كبير جدا بنشوفه. وطول حياتنا وإحنا عايشين بنشوف مردود دفع هذه الضرائب. هنتكلم النهاردة مع الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي عن منظومة الضرائب الجديدة ومردودها على الاقتصاد القومي. ده عنوان حلقة النهاردة، وده اللي هنتكلم فيه النهاردة بشكل مهم جدا، ايه مردود هذه المنظومة الجديدة على الاقتصاد القومي. استوديو الشارع هفضل شعاره دايما دايما مصر تنطلق، وهنفضل دايما في استوديو الشارع نبض الشارع المصري. الإلكترونية. مشروع الفاتورة الإلكترونية هو واحد من أهم مشروعات التطوير والميكنة، واللي بدأت مصلحة الضرائب المصرية تنفيذه من يناير 2020. المشروع ده بيساعد المصلحة إن يكون عندها نظام مركزي لمنظومة الفواتير الإلكترونية لتلقي ومراجعة واعتماد الفواتير لحظيا، وده هيساعد في ضم الاقتصاد الغير رسمي للمنظومة الرسمية والقضاء على ظاهرة الفواتير الوهمية ومكافحة التهرب الضريبي وفحص ملفات فواتير المبيعات والمشتريات بشكل أوتوماتيك. الفاتورة الإلكترونية ليها أشكال ومكونات ضرورية، أهمها التوقيع الإلكتروني ونظام الأكواد الموحد. والتوقيع الإلكتروني لازم يكون ساري وفعال علشان يضمن إثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة. أما نظام الأكواد الموحدة للسلع والخدمات فبيستخدم في إعداد تقارير تحليلية وإحصائية للقطاعات المختلفة بالسوق المحلي، واللي بتفيده بالدعم اتخاذ القرار فيما يخص التوجهات الخاصة بالسياسات الضريبية. التطوير ضروري في حياتنا علشان نقدر نكمل ونتقدم. مصر بتتقدم بينا، مصلحة الضرائب المصرية. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. وزي ما شفنا في الفاصل الفاتورة الإلكترونية، لكن احنا هنتكلم كمان عن منظومة الضرائب الجديدة بصفة عامة ومردود هذه المنظومة على الاقتصاد القومي. خلينا نرحب بضيفي الدكتور احمد سمير الخبير الاقتصادي، مشرفنا ونورنا دكتور احمد. اهلا بسعادتك يا فندم، اهلا وسهلا. دكتور احمد، ايه رايك في منظومة الضرائب الجديدة ومردود هذه المنظومة على الاقتصاد القومي؟
هي طبعا كان شيء لابد منه، وتعتبر حلقة من حلقات النجاح في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، لأن كان لابد من التطوير والتحديث في غابة التشريعات اللي كانت موجودة، اللي كانت ممكن تكون هي في حد ذاتها سبب في عمليات التهرب الضريبي وزيادة العبء الضريبي على دفع الضريبة. ولكن لما طورنا المنظومة وبقت بشكلها الحالي، فأعطت شيء كبير جدا من تيسير الإجراءات ووساطة الإجراءات، بحيث أن من أهم قواعد الضريبة البساطة، الوضوح، العدالة، كل ده نقدر نقول أنه هو بدأ يتحقق فعليا على أرض الواقع منذ بداية تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة، اللي هي بأفكار مصرية وبسواعد مصرية. بدأنا يكون في فكر يتماشى مع البيئة المصرية أو بيئة الأعمال المصرية، لأن كان في أمور جديدة تعتبر مستجدة، وخاصة أن احنا في فترة التحول الرقمي، فكان يجب أن يواكب هذا الأمر منظومة الضريبة العامة للدولة، وده بالتالي هينعكس بشكل إيجابي جدا على الاقتصاد القومي ككل وعلى الموازنة العامة ككل. هدف دكتور أحمد من منظومة الضرائب الجديدة، هدف أساسي هو تقليل التهرب الضريبي زي ما حضرتك ذكرت. بالضبط يا فندم، يعني كان من ضمن أسباب قلة الحصيلة الضريبية التهرب الضريبي. طب تهرب ليه؟ لأن أولا مفيش سهولة أو يسر في عملية الدفع، مفيش رقابة قوية، مفيش إجراءات تتميز بالبساطة وفي نفس الوقت بالوضوح، وان احنا نقدر ما هنتكلم بالتفصيل في الإصلاح. كان في زمان الجزافي برضه يا دكتور، التقدير الجزافي، يعني زمان كان في تقدير الجزافي، ده ما بقاش موجود دلوقتي. طبعا يعني احنا خلينا نبسط ونقول ايه هي الضريبة. الضريبة هي جزء يستقطع من دخل او ثروة المكلفين بدفعها. بتستخدم الدولة سلطتها في إجبار دافع الضريبة على الدفع، لأن الموضوع مش اختياري، ولكن الإجبار بيكون من خلال الإلزام القانوني، وبالتالي بتتوجه حصيلة هذه الضرائب إلى المنفعة العامة، يعني بطريقة مباشرة بتعود عليه مرة أخرى من طريق الخدمات اللي بتقدمها الدولة أو الحكومة لدفع الضريبة. يعني هو بيتقدم بدفع الضريبة على أعماله أو على دخله أو على ثروته، وبالتالي بترجع له في صورة خدمات عامة بيحصل عليها من تعليم وصحة زي ما حضرتك تفضلت. فبالنسبة لتعتبر الضرائب أهم مورد من إيرادات الدولة العامة. يعني إيرادات الدولة العامة لو هنتكلم اللي هي بالجنيه، مش عايزة أخلط ما بينها وما بين الدولار، لما بنتكلم من حصيلة الدولة من أملاك الدولة العامة اللي بيسموها الدومين العام، اللي هي الدولة ليها شركات، ليها نشاطات، ليها أسهم في شركات، فيها ليها ممتلكات بتبيعها، ليها بضائع بتمتلكها وبتبيعها، كل الأمور دي جزء يعتبر أملاك الدولة العامة. بيليه رقم 2 نقدر نقول الضرائب، نقدر نقول الرسوم، نقدر نقول الإصدار النقدي الجديد اللي الدولة بتعمله، نقدر نقول القروض أو اللي هي بنسميها فيما معناه القروض الداخلية. يعني رقم 2 في اللي حضرتك ذكرته من موارد الدولة هي الضرائب. هو أنا قلتها عن طريق الترتيب، ولكن في الواقع هي رقم 1، هي 82% من إيرادات الدولة العامة. 82% من الضرائب. وبعدين احنا لو عملنا يعني نشوف تسلسل زمني من 2000 لحد 2023، احنا في وقت من الاوقات كنا وصلنا في بداية الالفينات ل 55 مليار، وكنا بنعتبر ان ده رقم ضخم جدا، وده كان بداية عمليات الاصلاح الضريبي. ثم بدأ الموضوع يتطور تشريعيا ورقميا ونظاميا لحد ما تخطينا ال 155 مليار، ثم توالت السنوات لحد مثلا ما نتكلم موازنة 2021 كانت الحصيلة 834 مليار جنيه. طيب من إجمالي كام؟ الإيرادات كام؟ 1 تريليون 114. يعني احنا تخطينا 82 اللي بنقول عليها من الضرائب بس. في 21-22 احنا زدنا عن الموازنة السابقة لها عن 21 بمقدار 280 مليار جنيه. طيب بإجمالي كام؟ 1 تريليون 115 مليار. طيب أنا بستهدف في الموازنة الحالية 23 بستهدف التحصيل إيرادات ضريبية في نهاية العام المالي 1 تريليون 105 مليار. ازاي اقدر احقق مليار جنيه؟ مليار جنيه ازاي اقدر احقق ده؟ يعني هل ان انا اقلل من المتهربين ضريبين زي ما حضرتك ذكرت، ان انا اسهل بالزبط في التحول الرقمي في منظومة الضرائب الجديده، ازاي نقدر
نطور في ده، نقدر نشوف الموضوع ده ازاي. انا بدايه بدانا نسن التشريعات اللي بتحض على او يعني بتعمل لي بيئه اعمال سهله جدا وبسيطه جدا ومرنه جدا، منها فكره الايصال الالكتروني والفاتوره الالكترونيه. الايصال الالكتروني ده مستند رقمي بيتم اصداره عقب اجراء عمليه البيع ما بين مقدم الخدمه اللي هو التاجر ومتلقي الخدمه اللي هو المستهلك، بتتم وطبعا مربوطه ما بين بعض الطرفين التاجر والمستهلك، مربوطه بمصلحه الضرائب. بيكون انا اولا لما بسجل هذه العمليه يبقى انا كمستهلك انا ضمنت حقي. يعني عايز اقول لحضرتك ان في نظام النظام الكود، ان انا ازاي بكل بساطه كيو ار كود ان انا ازاي اقدر اتتبع هذا الايصال واعرف قيمته واعرف بالظبط مصدره واعرف بالظبط اذا كان اترصد طبقا لمصلحه الضرائب ولا لا. يبقى مصلحه الضرائب اصبحت على راس عمليه البيع والشراء ما بين المستهلك وما بين التاجر، واصبح دلوقتي التاجر مجرد ما رفع هذا الايصال على المنظومه هو كده خلاص حدد القيمه الضريبيه المستحقه عليه. يبقى عمليه بسيطه جدا. طيب في الحاله دي ايه؟ التاجر بدا تبقى الامور بالنسبه له قصه بقى ان هو يعمل الاقرار الالكتروني اللي هيتعمل في نهايه الفتره سهل جدا او شبه جاهز طالما هو بيصدر باستمرار الايصال الالكتروني. اللي احنا عايز يتهرب التاجر صعب بمساعده المواطن اللي هو ايه اللي يفرض ان ياخد الايصال، انا مش هديك فاتوره او مش هديك ايصال عشان ما تزودش عليك 14% ولا 10% ولا كذا. حضرتك بتشوف التصرف ده ازاي وممكن التعامل مع هذا التهرب ازاي؟ لسبب بسيط، دلوقتي في حاجه اسمها سياسه الاستبدال والاسترجاع ولها فتره معينه بيضمن عمليه استبدال واسترجاع والتدليس والغش التجاري ان يكون في الايصال الالكتروني اللي احنا بنسميه بي تو سي اللي هو ما بين التاجر وما بين المستهلك. فانا دلوقتي لما يكون معايا هذا المستند اقدر الجا لجهاز حمايه المستهلك لو في عمليه غش تجاري او عمليه تدليس او ان هو اداني بضاعه مجهوله المصدر في عيوب في الصناعه، اي كل الامور اللي ممكن نقولها سواء كانت تندرج تحت عمليه الغش التجاري او ان سلعه مجهوله المصدر او منتهيه الصلاحيه او امور كثيره جدا. علشان الجا لجهاز حمايه المستهلك او الجهات الرقابيه ان هي تقف معايا بدون هذا الايصال لا شيء. لان انا في البدايه عاونته على التهرب الضريبي، انت بتتخيل انك بتوفر شويه فلوس بس ممكن تخسر كل المنتج اللي انت واخد بيه. بالضبط، ده لما اكتشف كمان ان انا لما انتقلت من مكان ده لمكان تاني السعر الحقيقي ليها يمكن اقل من اللي هو باعه لي. ما هو مادام هو الموضوع هيبنى على عدم الشفافيه او الخداع فبالتاكيد وارد جدا ان حتى المبلغ اللي انا كنت دفعته وبدون سند قانوني يكون اعلى من السند الحقيقي، او ان انا الثمن اللي دفعته يعتبر بالنسبه للسلعه نفسها ازيد من ثمنها الحقيقي. يبقى اذا يجب ان يكون المواطن على ثقافة ودراية وعلم ان هو لما يحصل على المستند كان ايصال كانت فاتورة بالظبط. يعني حتى فكرة الفاتورة دي احنا الفاتورة الالكترونية غالبا بتكون ما بين شركة وشركة صحيح. يعني اللي هي بي تو بي، بمعنى ان كل شركة مش للعميل، يعني مش للعميل مش للمواطن. المواطن بي تو سي اللي هو المستهلك. فبي تو بي بمعناها ان انا شركتين هيتم بينهم معاملة، كل شركة فيهم ليها ملف ضريبي، يكفيني ان شركة واحدة بس تبلغ هعرف لان هيجيلي الفاتورة فهعرف انه اتعامل مع الشركة التاني. فاستحالة الطرفين او الشركتين هيتقاعسوا على الابلاغ، ولكن واحدة فيهم بتبلغ خلاص ده كده كويس جدا. فبالتالي الفاتورة الالكترونية من ناحية ما بين تعامل الشركات او الفاتورة او الايصال الالكتروني اللي ما بين التاجر وما بين المستهلك، وزي ما قلنا ده بشكل او باخر رقم واحد هيزود لي حصيلة المتحصل الضريبة او العائد الضريبي اللي بتجنيه الدولة، بيبسط الاجراءات في التعامل في عملية الاقرار الضريبي، بيسهل كمان بيضمن لي كمان ان انا احصل كمستهلك على السلعة ذات الجودة العالية او بتمنها الحقيقي اللي ما فيهوش اي غش ولا تدليس. هنا بقى لازم اسأل حضرتك واقول لك كل ده مردوده ايه على الاقتصاد القومي يا فندم؟ اهم 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 مولد انا بجبر بيه الموازنه العامه للدوله هو حصيله الضرائب. يعني لما بيحصل عجز في الموازنه العامه للدوله اول شيء بيكون يعني جابر لهذا الضرر هو حصيله الضرائب. يعني كان زمان بنلجا لاذون الخزانه. اذون الخزانه اللي احنا بنسميها الدين السائر او الدين العائم.
بمعنى ان انا بطرح اذون خزانه لاجل 3 شهور او 6 شهور بحد اقصى سنه، لذلك بيسموها دين قصير الاجل. كان بتبقى فلوسها اعلى من الفوائد دي يا دكتور احمد. طبعا المشكله مش كان كده يا فندم، بس طبعا الناس كانت بتقبل عليها او الشركات كلها بتقبل عليها او الممولين بيقبلوا عليها لانها مضمونه اذون خزانه صادره من الدوله. هحصلها يعني هحصل العائد بتاعها بعد 3 شهور او 6 شهور او سنه قصير الاجل. طيب مثلا الدوله عندها عجز في الموازنه بمقدار مثلا 100 مليار، فهي بالفعل طرحت اذون خزانه دين داخلي بمقدار ال 100 مليار، 100 مليار جنيه. طيب بعد 6 شهور او 3 شهور او حتى سنه الناس عايزه ال 100 مليار بتوعها مقابل الايه او بزياده كمان الفوائد. بتكون النتيجه ايه؟ ان احنا نطرح كمان 120 مليار بقى مش 100 علشان اسدد ال 100 مليار وفوق منهم ال 20 مليار الفوائد ده فرضا يعني. فاذا مسميناه دين سائر او دين عائم، بمعنى ان هو يعني حلقه مفرغه بتسير بنا الى الفقر او الى مزيد من العجز. يبقى انا علاجت العجز بالعجز. هم بيسموه فعلا التمويل عن طريق عجز الموازنه. بينما الضرائب دي حصيله جات لي وجات لي من الدوله، جات من دافع الضرائب، جات لي من المواطن المصري، وبتجبر الموازنه العامه للدوله. يبقى اذا هي سندت الاقتصاد، سندت الموازنه العامه للدوله. ده بالنسبه لاول فوائدها. وفي نفس الوقت هيعود عليا كمان انا كمواطن عن طريق الحصول على هذه الخدمات. لما بنتكلم بقى ان انا بوجه هذه الاستثمارات او هذه المبالغ لاستثمارات الداخليه للدوله في مجالات عدة، سواء في البنية التحتية، سواء بنية تحتية مرافق أو مجتمعات عمرانية جديدة أو في صحة أو في تعليم، طرق أو كباري بالضبط. يعني سواء بنية تحتية أو فوقية، تطوير الدولة بشكل عام، تقديم الخدمات اللائقة للمواطن بتتقدم له بشكل مباشر مرة أخرى عن طريق الخدمة العامة. خليني كمان أفرق لحضرتك ما بين الضرائب والرسوم، لان احنا عشان لما بنتكلم على الحصيله ككل بالنسبه لحصيله الضرايب بنقول ان مثلا 554 مليار تقريبا بتبقى ضرايب عامه. الجزء الاخر اللي هو في حدود 448 مليار بتبقى من ضرايب عقاريه وجمارك، وجزء اخر ضريبه القيمه المضافه. فخلينا ناخد من الموضوع ده موضوع الجمارك او الرسوم. الرسوم ايه الفرق ما بينها وما بين الضرايب؟ ان الضرائب بتحصل جبرا والرسوم برضو بتحصل جبرا، ولكن لما بطلب خدمة، فانا توجهت لطلب خدمة معينة، حصلت على هذه الخدمة من الدولة، دفعت قصادها الرسوم، وتحقق لي نوعين من النفع. النفع الخاص تحصلي مثلا انا حصلت على رخصة، جواز سفر، بطاقة شخصية، رسوم جمركية، خدمة انا حصلت عليها، فبيبقى انا حصلت مباشرة على خدمة خاصة. بالاضافه كمان ان هذا المبلغ لما انا بدفعه للدوله هيعود عليا برضو بالنفع العام زيه زي الضرايب. يبقى بالتالي الاثنين حتى لما انا بتقدم بطلب خدمه وبحصل عليها من خلال رسوم بتعود عليا تاني بنفع عام. هنا عايز اسال حضرتك، منظومه الضرائب الجديده وتاثيرها على تشجيع الاستثمار، لان دي الحقيقه نقطه مهمه جدا مش كتير بيتكلم فيها. شوف يا فندم، دائما احنا بنتكلم على الاستثمار بصفة عامة بينقسم الى استثمار اجنبي مباشر واستثمار محلي، او استثمار اجنبي واستثمار محلي. عشان الاستثمار الاجنبي منقسم الى مباشر وغير مباشر، فخلينا نقول اجنبي ومحلي. الاستثمار الاجنبي اللي انا محتاجه بصفة ضرورية وملحة، لان هو اللي هيجيب لي العملة الدولارية، استحالة يجيلي الا اذا كان في استثمار محلي ناجح. تمام. يبقى انا دلوقتي الاستثمار المحلي الناجح ده او الاستثمار الوطني بيكون في ايد اتنين، الحكومة والمستثمر الوطني. طيب نبدأ بالحكومة. الحكومة انا مش بطالب ان الحكومة تكون دولة حارسة ويكون كل دورها الدفاع والامن والقضاء، لا، انا عايز الحكومة تكون شريك اساسي في العملية الاقتصادية حتى لو كان نظامي رأسمالي، وإلا هترك المواطن لجشع التجار وقوى الطلب والعرض. لا، أنا لازم أتدخل لعمل عملية الانضباط ما بين قوى الطلب والعرض حماية للمواطن. طيب يبقى ده هيحتم عليا أن أنا أدخل في مجال الاستثمار. أنا هستثمر، ده أنا حتى هستثمر كمان في الحماية الاجتماعية، دي موال تاني. ولكن لما هنتكلم بقى الاستثمار اللي حضرتك تفضلت وبنسأل فيه، يبقى الدولة لازم هي اللي هتستثمر وتعمل المشاريع القومية. المشاريع القومية هتبدأ بالدولة. بعد ما بتعمل المشروع القومية الدولة وتوفر لها المرافق وتنجح على أرض الواقع، بتنادي بالمشاركة
من القطاع الخاص. القطاع الخاص بقى هيدخل دور المستثمر الوطني بالمال الوطني، هيخش بشراكة مع الدولة بحيث ان يبقى العملية او التنمية الاقتصادية ذات جناحين ما بين الدولة وما بين القطاع الخاص. ما ينفعش تكون دولة بس وما ينفعش تكون قطاع خاص بس طبقا للبيئة المحلية المصرية، انما في دول اخرى قطاع خاص بس، انما لا احنا بننادي بالشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وده اللي حصل بالفعل. طيب لو ده تحقق بالفعل، وزي ما احنا شايفين فعلا في مصر، مصر تدخل في مشاريع قومية عظيمة جدا، ولولا الحكومة يعني مثلا مين اللي هيعمل محطات كهرباء ب 500 مليار جنيه؟ الدولة بس. ممكن يبقى في شراكة زي ما حضرتك بالظبط. يبقى الدولة لما صرفت لي باليورو 7 مليار يورو باتفاقيات ما بين الحكومة ما بين الشركات العالمية عموما من غير ما نقول ذكر اسماء معينه، لما بنتكلم عن استثمارات الحكومه سواء في المناطق الصناعيه سواء في الطرق في الكباري في كل المرافق اللي هتشجع للقطاع الخاص، طب ده استثمار ضخم جدا هتقوم بالحكومه بالاساس. طيب حضرتك شايف الحوافز الضريبيه اللي بتقدم لمثل هذه المشروعات كافيه ولا محتاجين المزيد من الحوافز الضريبيه؟ شوف يا فندم، انا شايف ان هي في الوقت الحالي كافية وكافية جدا، لان هي بدأت بعملية الاصلاح. لان الاول كان في تضارب، في تهرب، في عبء ضريبي، في امور كلها كانت امور معقدة، فبدأت بالاصلاح التشريعي كبداية، واللي قدم ضمانات وحوافز سواء ضريبية سواء جمركية سواء ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة وتخفيف الاعباء، كل الحاجات دي خففت على دافع الضريبة من الناحية القانونية. ولكن جينا بقى في الناحية العملية والتطبيقية، وبدأنا ان احنا نعمل عملية الحوكمة اللي احنا بننادي بيها بقالنا سنين، او على الاقل كانت البيئة التكنولوجية مش مهيئة، بدأ يكون في البيئة التكنولوجية اللي تساعد على اتمام عملية الحوكمة. يعني انا عملت القوانين بقى عايز اطبق هذا الامر، ولكن بطريقة تكنولوجية وبطريقة يعني بسيطة، ازاي فعلا ان انا اخلي المنظومة الضريبية كلها مرتبطة بشبكة واحدة ما بين المقدم الخدمة، متلقي الخدمة، دافع الضريبة، مصلحة الضرائب، كلهم بقوا مربوطين بنظام موحد. يعني احنا لما بدأنا بموضوع الإقرار الإلكتروني ده كان أول خطوة، كان الممول ما كان يعني مش مصدق ان هو بكل بساطة الأرقام اللي هو بيكتبها بنفسه بيتم التصديق عليها وهو ده اللي يدفع، لأن كان في قبلها مرحلة من شوية عدم الثقة بالظبط. فهو ده اللي أنا عايز أقوله، يبقى فكرة الثقة بدأت تمنى من هذه اللحظة أو حجر الزاوية كان الإقرار الإلكتروني. على ذكر الثقة، وأنا عارف إنه حضرتك لديك معلومات وفيرة وأرقام كبيرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا المشروعات الاقتصاد الغير رسمي، أنا عارف أن حضرتك متابع الملف ده بقوة. هل عندنا الأول رقم للاقتصاد الغير رسمي في نسبة؟ يا فندم إحنا من ساعة لما عملنا القانون سنة 2016 قانون فض المنازعات الضريبية، وبدأنا حلينا مشاكل من حد من المنازعات اللي كانت ما بين المستثمرين أو دافع الضرائب الكبار، إحنا عندنا بالمناسبة 14 مليون ممول، عندنا 59 هيئة اقتصادية. ال 14 مليون ممول دافع الضرائب بالإضافة لأكثر من 59 هيئة اقتصادية ما بين هيئة قناة السويس، هيئة البترول، هيئة التعدين، هيئة المجتمعات العمرانية، كل دول دافع الضرائب بالمبالغ اللي هي بتمثل رقم في الضرائب عموما. لما سهلنا لهم هذه الإجراءات بدأت العملية تنضبط، وبالتالي الخطوة الثانية اللي حضرتك بتتكلم عنها إزاي نعمل عملية دمج ما بين الاقتصاد الغير رسمي ندمجه في الاقتصاد الرسمي، ونشجع من ناحية أخرى المشاريع الصغيرة والمتوسطة اللي هي المشاهد الاقتصاد الغير رسمي اللي هو ما عندوش بطاقة ضريبية، ما عندوش سجل تجاري، زمان كنا بنقول عليه بيشتغل تحت بير السلم. تمام. يعني اللي هو الدولة مش شايفاه أو هو حاجب نفسه عن الدولة، مش كده يا دكتور؟ بالظبط يا فندم. وإن ده بيمثل تقريبا 70% من الاقتصاد الغير معلوم او غير مدروس. طبعا الرقم 70 ده في وقت من الوقت لما كنت بقوله كان الناس بتتشكك فيه، ولكن لما بدأنا ننزل على ارض الواقع طلع ان الرقم ده ممكن يتراوح ما بين 60 او 70، بس هو اقصى 70. شايف حضرتك الحوافز اللي بتقدم لاصحاب الاقتصاد الغير رسمي كبيرة، انه 5 سنين طبعا يا فندم ما كانوش هيخضعوا لل ده، مش بس كده، ده حتى بعد ال5 سنين. يعني دلوقتي لما بقوله اتفضل اعمل لنفسك بطاقة ضريبية، سجل تجاري، بطاقة صحية اذا كان يستلزم الامر، امن على العامل اللي معاك او على نفسك،
فبالتالي بدات تندمج معايا. طيب هتدفع ضرائب امتى؟ ايوه انا فاكر بقى ان الموضوع يعني ايه هيقع في شرك او في فخ، لا ده 5 سنوات معفي تماما بالقانون. بالقانون. طيب يبقى انت عندك 5 سنين تنمو فيها وتتحرك فيها، ومش بس كده، وبطاقة ضريبية والسجل التجاري تقدر تستفيد من المبادرات الرئاسية او مبادرات البنوك اللي بتطرحها للحصول على القروض سواء للتوسع او للانشاء. فده بيقول ان الفوائد قليلة، فهو هيستفيد طبعا انه هيكبر نفسه فندم 6% وبتنزل كمان ل 3% في بعض الاحيان. يعني كانت مبادره 150 مليار جنيه، كانت مبادره رئاسيه لتنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. يعني في 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 بدايه المبادره استفيد منها 65,000 مشروع، استهلكنا منها في حدود في اول سنه في حدود 45 مليار جنيه من ال 155 مليار. طيب اللي دخل فعلا وشاف الوضع لقي نفسه بيقنن نفسه قانونيا يقدر يحصل على الضرائب، كان في كمان معونات وفي منح ومواد خام تقدر تحصل عليها بشرط انك تكون مسجل في رسمي في الاقتصاد الرسمي عن طريق الاشياء اللي قلنا عليها. طيب اما وان خلاص عدى ال5 سنوات، لو دخلك السنوي وليس الشهري من 1000 لحد يعني من جنيه من جنيه لحد 250,000 بيدفع 1000 جنيه. ايوه مبلغ مقطوع، هو القانون بيقول كده، مبلغ مقطوع 1000 مبلغ مقطوع 1000 جنيه ايا كان دخلك من اول جنيه لحد 250,000. طيب من 250,000 لحد 500,000 2500. طيب من 500,000 لحد مليون 5000 جنيه. من مليون مبلغ مقطوع في السنه تدفعهم وخلاص وهكذا. وطبعا هيبتدي بقى نتكلم في الملايين، ما بقاش مشروع صغير، هو بقى مشروع بالنسبه للقانون مشروع صغير من مليون لحد 5 مليون كمان، ولكن بالنسبه للفكر اللي طبعا مبلغ كبير بيعتبره ان هو مبلغ كبير، ولكن انا بقول له ان انت بعد 5 سنوات انت بتدفعش 5 سنوات ما بتدفعش خالص، بعد سنه انت بتدفع مجرد 1000 جنيه. يبقى اذا انت اضفت كمان مشروعك او انتاجك للموازنه، يعني لما اجي احسب الدخل القومي ما انا لازم اشوف الدخل عندي سواء مشاريع رسميه او غير رسميه، فكنت الاول انت مش محسوب عندي خالص، لا في دخل قومي ولا في ناتج قومي، مش شايفك. فدلوقتي انا بقيت شايفك في دخل وفي ناتج، ومش بس كده انا اقدر كمان ان انا اساعدك في انتاجك ده سواء في التسويق محليا او في التصدير للخارج. يبقى بشكل او باخر ازاي ان انا اقدر اوفر لك المعارض، ازاي ان انا اقدر اوفر لك التدريب، اوفر لك القروض، اوفر لك كمان ازاي امن على العمل اللي شغال معاك من بيئة العمل. ممكن كمان في مشاريع كمان اسمها التأمين الفني، يعني ازاي كمان انت بتملك هذه المعدات وبتتكلف مبالغ ضخمه في الصيانه بتاعتها، لا ده بنعمل لك كمان تامين فني على هذه المعد وتامين بشري على اللي بيستخدم هذه المعد. انا قدامي 30 ثانيه عايز من حضرتك في ال 30 ثانيه دول جمل مباشره عن منظومه الضرائب الجديده ومردودها على الاقتصاد القومي. جمله مباشره اولى، حلقه من حلقات النجاح لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، مردودها مردود ايجابي جدا، هي تعتبر الجابر الاول لعجز الموازنه المصريه، هي تعتبر المورد الاول اللي بيمثل 80% من موارد الدوله، هي المصدر الاساسي لاستثمارات الدوله داخليا من بناء مستشفيات، من بناء في مجال التعليم، في الصرف الصحي، في البنيه التحتيه. اذا تعتبر الضرائب هي المورد رقم واحد من بدايه ما كان فكر الجبايه الى الان، الى وصولا لفكره الايام ما كانت عينيه الى وصول المنظومه الحديثه، فهي تعتبر احد نجاحات الاقتصاد المصري والقادم افضل باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور احمد سمير الخبير الاقتصادي، شرفتنا ونورتنا يا دكتور احمد. ميرسي جدا. مفيش ختام احسن من ختام الدكتور احمد، يعني الالتزام بدفع الضرائب هيعود علينا في الكثير من الحياه، هيعود علينا في الكثير من الامور الحياتيه، سواء كانت امور صحيه او امور في التعليم او امور في الطرق. مهم جدا جدا الالتزام من دافع الضرائب، وكل الامنيات ان شاء الله لمصلحه الضرائب المصريه بمزيد من التقدم ومزيد من المنظومات المتطوره اللي بتعود بشكل كبير على الاقتصاد القومي. استوديو الشارع افضل شعاره، دايما دايما مصر تنطلق، ونفضل دايما في استوديو الشارع، نبض الشارع المصري.